كابتن جينيفر وينجيت اعترفت في لقاء صحفي انها لو لمحت قطة في اي مكان راح تغادروا في الحال. صحيح انه بيقال انه اغلب النساء بتخاف من الصراصير، لكن حرص رنبير كابور انه منزله يكون خالي من الصراصير بيأكد انه حتى الرجال بيخافوا من الصراصير. رغم ان شاروخان قام بكل سهولة بمشهد ركوب الحصان في احدى الاغاني الناجحة لفيلم بازيجار اللي صدر سنة 1993، لكنه لما كان فوق الحصان خلال تصوير احد مشاهد فيلم كارن ارجون اللي صدر سنة 1995 تعرض شاروخان لإصابة خطيرة، وهالشي تسبب له في حالة خوف كبيرة من الأحصنة. كمان حكت مصممة الرقصات فرح خان إنه خلال تصوير إحدى أغاني فيلم شاروخان ديلسي مع بريتي زينتا اكتشفت فرح إنه شاروخان بيخاف من الشلالات، والدليل إنه تهرب مرات كتيرة من تصوير مشهد رقصه هو وبريتي بجانب الشلال. لذلك اضطرت فرح إنها تكتفي بس ببريتي اللي صورت المشهد بكل شجاعة في غياب شاروخان. أما شرتها كابور فبتخاف من البرق، وأول ما تسمع صوت البرق تتجمد في مكانها. وبالمناسبة لا تنسوا مشاهدة فيلم شرادها وسيدهارت مالهوترا إيك فيلن يوم الاثنين 14 فبراير على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.